رح نتكلم اليوم عن النومينيتيف، حالة الرفع باللغة الألمانية، من أهم الحالات، وهي تعتبر الحالة الأساسية والأكثر استخداماً. خلونا نتفصل فيها ونبسطها. إذا ركزت معي في هذا الفيديو ودققت على كل شيء بحكيه، رح تطلع فاهم شو يعني النومينيتيف، ورح تقدر تبني بعدين الأكوزاتيف، داتيف، جينيتيف بشكل أسهل وبسيط. ممكن حدا يسألني ليش النومينيتيف أهم حالة؟ على أي أساس قاعد بتبني كلامك؟ النومينيتيف هي الحالة الأساسية لأنها أساس الجملة باللغة الألمانية، هي عبارة عن السبجكت أو الزوبيكت اللي هو الفاعل. يعني بشكل أو بآخر ما بتقدر تحكي إنك رح تبني جملة أساسية بدون فاعل. خلينا نبسط الموضوع بمثال، أو أحكي لكم، خلونا ننهي الموضوع ونوضحه بمثالين وشوفوا الفرق. Ich sehe ein Auto. Ich sehe ein Auto. بهاي الجملة النومينيتيف انطبقت على ال Ich اللي هو الفاعل أنا. Ich أنا أرى السيارة. الجملة الثانية Der Mann hat eine Katze. Der Mann hat eine Katze. ليش حكيت لكم نوضح الموضوع بمثالين؟ لأنه الفاعل عبارة عن شخص. الشخص ممكن نوضحه بالجملة كضمير أحد الضمائر الشخصية، ممكن نوضحه كاسم، أو خلينا نحكي ديامان دي فغاو. المقصود هنا هو اسم مع أداة تعريف. والآن رح نوضح لكم الموضوع أكثر. Das Kind kauft ein Buch. عشان نميز النومينيتيف بالجملة، بالعادة بيكون عبارة عن شخص زي ما حكينا، فهو الشخص اللي بيعمل الإشي، وبالعادة بيكون في بداية الجملة. لما حكينا der Mann، شو كان قصدنا؟ إنه der أداة تعريف، هي أجت مع الاسم. إذن أدوات التعريف اللي شرحناهم بالفيديو السابق، وشرحناهم قبل أكثر من فيديو، اللي هي der, die, das. دي على الماسكولين، دي للفيمينين، وداس للنيوترال أو للحيادي، واللي هي بتمثل الذه باللغة الإنجليزية والال باللغة العربية. وعندنا أيضا أدوات التنكير اللي هما الآين للمذكر والحيادي، والآينة للمؤنث. متى بنستخدم أداة التنكير؟ أداة التنكير بنستخدمها لما نحكي عن إشي مش معروف أو مش محدد، أو حتى لما بدك تحكي عن إشي بشكل عام. خلونا نعزز الفكرة في مثال. Der Mann for masculine, die Frau for feminine, das Kind for neutral. خلونا نعزز الفكرة في مثال. Der Mann wohnt in Berlin, die Frau wohnt in Berlin, das Kind wohnt in Berlin. أو زي ما حكينا أكيد إنه أداة التعريف دي تستخدم للجمع أيضا. Die Männer, die Frauen. دي كندا. ننتقل لأداة التنكير. zum Beispiel ein Mann hört Musik. eine Frau hört Musik. ein Kind hört Musik. معلومة مهمة، بأدوات التنكير ما في أداة للجمع، يعني ما في أداة تنحط لما تكون بدك تنكر اسم جمع. مثال منا hören Musik. ملاحظين منا ما في قبليها أداة تنكير أبدا. أونجا. هذا كان فيديو اليوم. إذا عندكم أي أسئلة لا تنسوا تتركوها بالتعليقات. أكيد لا تنسوا اللايك والاشتراك والمشاركة. إذا استفدتوا وحابين نتكلم أكثر عن أساسيات اللغة الألمانية.